Thank you.
الايدنتيفيكيشن بنص الدرجه على السؤال المكتوب. يبقى ده مايكروسكوب والسيستمز بتاعته اللي هي السبورت والاوبتيكال والاليومنيشن والادجستمنت سيستم. ممكن يجي سؤال على المايكروسكوب برضه اقول مثلا ايه هي الفانكشنز بتاع الكوندنسر؟ يبقى ان هو بيكونترول الاماونت اوف لايت، ماجنيفاي الاوبجكت، بيخلي الـ beam strong beam و reduce refractive index. انتوا الاثنين معلش كده اتفضلوا انتوا اللي جنبي. دي صور مختلفة وانت الدكتورة برضه معانا. يلا اتفضل يا دكتور. الله اعلم. هو المفروض ان انا اتحرك. المفروض كان يلا يا دكتور. مفيش شباك عشان ابص فيه على النيل.
34 وللموز بتبقى درجه حراره اقل. ده طبعا اشكال البيت ليش التست تيوبس طبعا انتوا عارفينها الهوت اير او هتشوف الاوبن بس هو هوت اير او كامل ده it is used for نقط هتكتبه dry heat sterilization. يعني لو انتوا هتاخدوا ورق هو كل واحد يجيب معاه احتياطي ورق ميجوز ورق عرايس ميجوز يجيبها معاه احتياطي يوم امتحان العملي احتياطي. احنا هنرفع عليه مشكلات ان شاء الله بس يعني just in case. لو انا كاتبه هنا في السؤال it is used for نقط على طول تكتبه دراي هيت سترايزيشن عشان الوقت. يبقى لو في السؤال كومبليت تكتب الكومبليت على طول. سترايزيشن ده حاجه كتير يعني. ممكن يجي سؤال يجي برضه نوت اير اوبن واقول منشن الاذر ويز اوف دراي هيت سترايزيشن اللي هي زي ايه مثلا الريتميك والانسلريشن والكليمك أو ممكن أقول منشن الأدفانتجز بتاعة الدراي هيت سترايزيشن والتسع أدفانتجز زي ما هي في الكتاب وكل اللي في الكتاب معايا أنا بقول لكم إكزامبلز بس للأسئلة. ممكن أقول إيه هي الميثودز يوز إن مويست هيت سترايزيشن اكتبوا لي كده. حد شغل يشرح يعني تكونوا بس بلو 100 تكتبوا الثلاث عددين دول خلاص. عند 100 البولينج والستيرو اكتر من 100 الاوتوكلاف مش عايزين اكتر من كده خالص. يبقى لو جالكم سؤال ايه هي الاكزامبلز اوف مويست هيت او ايه هي الويز اوف مويست هيت سترايزيشن تكتبوا بس العناوين دي الاشكال المختلفه من الاوتوكلاف. Yeah.
أدنى، ولو حصل لها وصل من درجة حرارة مثلا 200 لفترة طويلة بيتحول لونها لأصفر أو جرين، يتحول لإيه ديفرنت يعني تيوز. فده بيقول لي إن فعلا الفوتوجلاس ده درجة حرارته ارتفعت ولا لأ. ده بالنسبة للكيميكال. بالنسبة للبروتوكال بقى بيجيبوا سبورس في التيوز، سبورس بتاعت الباسيلا ستيلر أو الباسيلا ستيلر. السبورس دي بيحطوها في الاوتوكلاف او في جهاز التعقيم اللي هو البلازما او الاوتوكلاف، وبعد ما يخلصوا عمليه التعقيم بيزرعوها. لو حصل لها فيليتريشن وانهمت طلعت البكتيريا، يبقى ما حصلش تعقيم. لو ما حصلش حاجه للبكتيريا يبقى متعقمه. يبقى ايه هي الميثود؟ الفيزيكال والكيميكال والبيولوجيكال وكل حاجه طول الاكزامبلز بتاعته. Thank you.
طب ما يكونوا شبابيك دي يا دكاتره، يكونوا شبابيك الورد. Thank you.
اللي هي الطنب لها تنجونيما باليدا، البكتيريا الكروس ده مهم. Thank you.
فاليلو هي اللي الهيرو هي النقطة، هي الفيرمنتال والتانية هي النون فيرمنتال. لكن ما حدش يكتب مثلا دم كوكي ويكتب على ايه خلاص يا بتاع، ما حدش يبقى هو مكتوب يكتب ماميتون صوت مثلا ويكتب البيت هي البودر. يبقى المكوكي البيت كله دي هي الفيرمنتال واليلو النون فيرمنتال. الماميتون صوت اليلو هي الفيرمنتال والبيت هي النون فيرمنتال. اللي هي دكتور دورسيت ايكو اللي بتشتغل جنسي، واثنين في الاستيمنج اللي هو الاي سي بي اس
الموديلتي تيست. الموديلتي تيست ده بيحصل ايه؟ بيحصل سبريد، يعني الطلب بيتملى كل تيوب، يبقى اللي هي بتملى كل تيوب مظلم اللي حواليه الاستاد بس هو كده. ده مش باين. دي هي اللي باينه. دي واضحه جدا. لو جبت من البايوكيميكال رياكشن ¡Gracias!
الدوز تيست الدوز والنيجاتيف واشوف الريزلت بتاعها. الصوره اللي هي لو جت هشيل هحط بوكس كده على البوزيتيف والنيجاتيف وعلى الريزلت. الاربع صور اللي ورا بعض دول والمسايل ريت الفوكس والسكاور والستريت فلازم اجيب واحده منهم. في كذا تيوب بيبقى لها نفس اللون يعني مثلا هو زي اليوريت مثلا لو جت فيها لا ماشي بقى اليوريت واضح ان هو احط كل حاجه احط النيجا لو هي جايه كده هحط البوست والنيجا الاثنين جنب بعض دي مش واضحه مش مشكله. ده الانسرز لو جت السلايد دي هحط منشن الكلينيكال تايبس بتاعتها على الميديا بيبقى شكلها من التلفزيون ده اهي. ماشي كده. الكلينيكال فورس انا كتبت برضه في الداتا فوق اللي هي الكوتينيوس والانهاليشن والانتستاينال. دي طبعا الفيبريو اللي هي بتبقى كونريس طفره. الكونريس بتاعتها هتبقى زي لون اصفر. البروتيوس هتبقى باينه مش برضه باينه. Thank you.
كده. اه انا
فده بجد يبقى ده سايتوباسيك افكت اوف فيروس في ابسوربشن. دي اللي هي النيوكليار نيكروزس، الكلمه اللي بتاعت النيو ابسوربشن دي المفروض جنبها نيوكليار نيكروزس، يعني بيحصل شرينكج للنيوكليوس. السنتيكا فورميشن اللي انا قلت لكم اللي هو كذا سنتنس مع بعضها ويكون لي سنتيكيا. سنتيكيا يعني ده شو